تعب الضيا حراميه يا عمي خلال الحراميه يلا نمشي. كفته هلا كفته متاكد؟ طيب طيب جاي يا عيال جاي. تنكبره أنت حتى على الصامت. كفتة اسحب عليه ذا البزر، ما دق علينا إلا يوم رجال دخل البيت. طيب وش نسوي الحين يا عيال؟ لازم نزبن، وإذا ما قدرنا ندق على الشرطة. قسم بالله مسكنا ذا النفسية نذبحنا. قتلهم اطلعوا برا يا حرامية، وش الظاهر انهم حسوا فيك ونحاشوا. زين انت لا تشيل هم الحين، ابيك تنام وترتاح وترك الباقي علي. خلني بشوف من اللي دق الجرس. السلام عليكم. خير يا ابوي، ايش فيه؟ ابغى اصدقائي. اصدقائك؟ من هم اصدقائك؟ اصدقائي عامر وياسر وشكوش. خلهم يطلعوا، واذا ما طلعتهم راح تندم. ساتر، متاكد انهم اخوياك؟ ايوه اصدقائي في الاستراحه، بس قالوا عندكم واحد مريض ويبغي احد يساعده وينقذه منك، بس شكلك طيب. ما تخوف. ايه مرة. طيب خلنا ندخل داخل، انا عيب واقفين عند الباب نسولف، خلنا ندخل نتقهوى. طيب شوف الطريق وخلي زوجتك توخر، قول لها راجل جاي، وخذ هذه من عند ابو عامر اللي ولدوه عندكم. يوسف فندي بعد تكي في مزرعتهم ولا في بيتهم ولا لا؟ لا ابشر ابشر ابشر، الله يكثر خيرك. خليني اشوف الطريق يا ولد، في رجال بيدخل عندنا درب. هيا هيا امشي امشي قدامي. هيا تفضل. هيا تقهوى. اعطي الشايب اول. اقول لك فين اصدقائي عامر وياسر وشكوش؟ اخوياك موجودين في الحفظ والصون، هالحين انديهم لك. اجلس استريح، انا بتصل عليهم عشان يجوا ويتفاجئوا اني موجود. كفته خلوا علي يا النكبه، لا تدق، انتظر برا لين يجيك. تفهم ولا ما تفهم؟ كيفك يا عامر؟ من انت؟ أنا أخوكم وجاركم زيد. على فكرة ترى اللي سويتوه هذا مو عيب، وأنا فخور فيكم ومبسوط أني ساكن في حارة فيها شباب أمثالكم يخافون على جيرانهم، بس للأسف أنتم فاهمين الموضوع غلط. أخبي يا جار أخبي، تعال يا عامر، طلع الرجال ما هو حرامي مسكين. أنا أقول تعالوا تعالوا خلني أقهويكم وأفهمكم السالفة كلها. شكلنا استعجلنا. وش السالفة؟ ما أدري، بس تعالوا نعرف باقي الموضوع. أنت روح ورا خلوني هنا. يا ابن حلال لا تخاف، لا تصير زلابة أنت. امش امش.